هلا ويا مرحبا، مساك والله بالخير. صلوا علي، اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. من وسط القاهره، من وسط فندق الماريت، امام المسبح، جالس اتمشى. استنشق اجواء جميله، هواء هادي حلو رايق. الله ما شاء الله تبارك الله. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. الاجواء ما شاء الله تبارك الله. كيف الله، والله خاطري اتسبح صراحه، لكن شكل ابو زهره ما بيتسبح الا ابو. معاي اثنين انا في ذي الرحله ضايعين، كل واحد ساكن في فندق، الثلاثه كل واحد فينا في فندق. هذا من زود التشتت الله يهديكم. واحد راقد، واحد ضايع، واحد الله يهديهم. اي والله بروح ادور عليهم الحين، تلقطهم من فنادقهم ولا ادور وينهم في اي ارض، اروح اجمعهم شوف وينهم فيه. الله، هذا السفتين جماعتها خير. الله، اجواء جميله. نروح نشوف ايش في جوا. اللي يقولون تاكين في مكان، بس والله ماني عارف وينهم تاكين صراحه. الله، اجواء فندق السفتين صراحه جميله، فخمه ورايقه، جميله صراحه. لو عندهم جلسة على البحر أو على النهار، جلسات رائعة جدا. حتى تشوف اليخوت أو القوارب أو اللنشات. الله جوا الله. بالصحراء أنا قاعد أدور بالصحراء مختفي، يكون تم اختطافه بالصحراء وأبو علي. أدور أبو علي الحين بالصحراء، وين ألقاهم دول أنا؟ وين تتوقعون ممكن يكونون؟ هنا والله اتوقع يكون في هذا المكان، شكله حلو رائع. انا احب الاماكن يجي كذا، يجي قزاز تكي، تكون قزاز تشوف الحياه وتشوف البحر. ابن الصحراء يا اخي، ايش هالمكان الحلو هذا؟ رايق وقزاز، والله رايق صراحه. هنا انا انصح اللي يبي يجي السوفيتيل اللي يدورون الهدوء، تعالوا هنا. تعرفون ابو زهره، الناس الفوضويه اللي ايه ما يحصلهم هنا، ايه اللي يجي يسوي قروش ومشاه، يعني هدوء هنا بالعربي. الناس الرايقه، ايه. لكن اللي يبي الفله والشعوب والناس والزحمه يروح مع ابو زهره في الماريت الحفله. الله، جميل السويت صراحه، ما شاء الله تبارك الله. الله يرحم والدك، في حال يغفر له. اي والله يرحمه ويغفر له. الله، شوف شوف الاجواء يا جماعه الخير. يا حبي لهذا المنظر. على فكرة فعلا سوفيتيل الجزيرة يعتبر من أجمل المواقع على النيل، يعني كفيو اللي يبغى الفيو يبغى ياخذ الفيو كامل صراحة. سوفيتيل الجزيرة أبد كأنك في نص النيل، كأنك في الموية. شوف الله، من أجمل اللحظات لما أجي أشتري عصير برتقال أنا وقصب. أصلا أبو زهرة ترى قبل النوم يمر محل العصير وياخذ. ابن الصحراء، نبي نعرف فوائد الشراب الطبيعي. شوف ايه اسمع، صل على محمد. صلي 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 يا جماعه. شوف يقول ترى مفيد، قبل لا تنام ايه تاخذ لك لتر تين شوكي. الله، يا لتر تمزمز عليه ابو زهره في البلكونه. الله، وين جيعان؟ لا وين جيعان، لا لازم تاكل، ترى وين جيعان ممكن يخرب بطنك. ايه جيب امساك يا عبد الله. لا لا، ايش ابعد عن تين شوكي ولتر. انا في وجه الله اكل. شوف ها لتر 25 جنيه، لتر كامل 25 والله بلاش. ابو عبد الله نصيحتي، خلك على البرتقال والقصب، التين الشوكي خله في الطايف وفي الباحه وفي ابها. خلك على البرتقال ابو عبد الله وجزر. انا برتقال وقصب وجزر، هذا عصير المطر. انا والله تين شوكي، تين شوكي اعطه من الصحراء. تين شوكي ابو زهره بجرب، اعطه من الصحراء. تين شوكي عطنا كم بعد البروست ذاك ابو عبد الله. تين حسيت اسوي اعلان تين شوكي. خليني اجرب ابو عبد الله، انا بجرب. بسم الله، طبيعي ترى. يلا نشوفك بكره الظهر. والله لذيذ، والله لذيذ. يا صبحون على خير. الله، سلم على الاخوان، حياكم الله. هلا هلا، نروح ننام.